دس نبض أو دراسة نبض؟ تداولنا اليوم عن التحليل الفني. صحيح بيقدر يشوف المستقبل بوضوح شبه تام، بس التحليل الفني علم مش تبصير، هو كناية عن دراسة الرسومات البيانية للأسعار وبيانات السوق لتوقع التحركات المستقبلية، وبيشمل تحليل الأنماط والمؤشرات لتحديد فرص الشراء والبيع، وبالتالي أخذ قرارات استثمارية سليمة وواعدة. المعلومة صارت بإيدك، استثمر. CFI ثبت خطواتك.